السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أعزائي الطلبة في مقرر جغرافية الوطن العربي أجا 210 للمستوى الأدبي، الدرس 12 اليوم وهو بعنوان النفط والغاز. استعرض معك أعزائي الطلبة أهداف الدرس، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يبين الإمكانات العربية من النفط والغاز، يوضح دور الاستهلاك والتصدير في السوق النفطية، يحدد التطورات الحاصلة في السوق النفطية، ويقارن بين الصدمات البترولية الثلاثة. في البداية عزيزي طالب، ماذا يطلق على النفط والغاز؟ يطلق على النفط والغاز الذهب الأسود أو الزيت الخام، ويتميز بكونه مادة لزجة وقابلة للاشتعال، ويستخرج من باطن الأرض، وتشتهر دول الخليج العربية الوطن العربي بوجود هذا السائل في طبقات أراضيها، حيث تتباين كمية وجوده من بلد إلى آخر. سنتعرف اليوم ما هي أهم الإمكانات العربية من النفط والغاز، وما أبرز التطورات الحاصلة في السوق النفطية. في البداية نبدأ بالنشاط الأول الذي يتناول الإمكانات العربية من النفط والغاز. أمامك عزيزي الطالب هذا المستند الذي يوضح حقول النفط والغاز في الوطن العربي. استعن بمفتاح الخريطة لتحديد مناطق حقول النفط وأنابيب نقل النفط وحقول الغاز وأنابيب الغاز، بالإضافة إلى المصافي ومرافق النفط. أمامك أيضا هذا المستند الذي يوضح احتياطي النفط وإنتاجه في عام 2004. استعن بمفتاح الخريطة لتحديد الدول الأعلى في الاحتياطي والإنتاج. اقرأ المستندات ثم أجب عن الأسئلة التالية. أولا، في أي دولة عربية يوجد أكبر احتياطي نفط؟ ثانيا، حدد أبرز الدول المستفيدة من مرور أنابيب النفط. نلاحظ من المستندين السابقين بأن الدولة العربية التي يوجد بها أكثر احتياطي نفط هي المملكة العربية السعودية. وبالعودة إلى الخريطة، لاحظ معي أعلى احتياطي باللون الأحمر، نلاحظ هي في المملكة العربية السعودية التي تمتلك أعلى احتياطي من النفط في الوطن العربي. أيضا بالنسبة للإنتاج، لاحظ بأن أعلى دولة عربية من حيث الإنتاج أيضا ستكون هي المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للدول التي تستفيد من مرور أنابيب نقل النفط فهي لبنان، سوريا، تونس والأردن. الآن نتحدث عن الإمكانات العربية من النفط والغاز. سنبدأ بخصائص النفط العربي أو مميزات النفط العربي. بما يتميز النفط العربي؟ يتميز النفط العربي أولاً الجودة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى ضخامة حقوله وارتفاع إنتاجية الآبار. أيضاً يتميز به قربها من سطح الأرض، هذه الآبار تكون قريبة من سطح الأرض وبالتالي سهولة في استخراجها. تتميز أيضا من أهم مميزات النفط العربي قرب حقول النفط من موانئ التصدير وبالتالي سهولة في تصدير النفط إلى دول العالم. كما أيضا من مميزات النفط العربي هو موقع الوطن العربي الوسطي والقريب من الأسواق العالمية. هذه مميزات النفط العربي. أما بالنسبة للاحتياطي من النفط والغاز في الوطن العربي، كما لاحظنا في المستندين السابقين الدول الأكثر في الاحتياطي والأكثر في الإنتاج،
نبدأ أولاً بعدد الدول العربية التي تتوزع فيها حقول النفط. على كم دولة عربية تتوزع حقول النفط؟ تتوزع حقول النفط على 13 دولة عربية، حيث يفوق مجموع احتياطيها 59% من إجمالي الاحتياطي العالمي. كما رأينا في المستند السابق، أي دولة عربية تمتلك أكبر احتياطي هي المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك وحدها نحو 40% من الاحتياط العربي، بما يعادل ربع الاحتياطي العالمي. أما احتياطي الغاز فيقدر في الوطن العربي بخمس الاحتياطي العالمي. بالنسبة للإنتاج، هناك بالنسبة للاحتياطي، الآن نتكلم عن الإنتاج. بالنسبة للإنتاج فقد بلغ إنتاج النفط في عام 2005 31.7% من الإنتاج العالمي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 11.4%، وأيضا تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول بين الدول العربية في إنتاج النفط. بالنسبة إلى النقل، طبعا ينقل النفط بعدة طرق، من أهم طرق نقل النفط ينقل عبر الأنابيب. ما هي أهمية أنابيب نقل النفط في الوطن العربي؟ أهمية أنابيب نقل النفط أنها تنقل الغاز أو النفط بأسعار منخفضة وعلى مسافات طويلة. ثانيا، هذه الأنابيب تدعم عائداتها ميزان المدفوعات في هذه الدول. ثالثا، تخفف من كلفة الإنتاج. هذه أهمية أنابيب النفط في الوطن العربي. هناك مجموعة من الخطوط، أنابيب وخطوط نفط استراتيجية في الوطن العربي. نأخذ أمثلة على بعض الخطوط الخاصة بنقل النفط في الوطن العربي. الخط الأول هو الخط العراقي عبر تركيا، وهو خط كركوك يومر تاليك. الخط الثاني هو خط الغوار وينبع، اللذان يوجدان في المملكة العربية السعودية، ويصلان مناطق الإنتاج في الشرق بميناء ينبع على البحر الأحمر في الغرب. الخط الثالث هو خط تصدير الغاز بين الجزائر وإيطاليا. وبالعودة إلى الخريطة لنلاحظ بعض هذه الخطوط. هنا خط من الشرق، الخط الغوار وينبع، وهنا أيضا خط بين العراق وتركيا، هو خط كركوك يومر تاليك. أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى النشاط الثاني، وهو يتحدث عن السوق النفطية العربية. أمامك هذا المستند الذي يوضح الصادرات النفطية العربية، هذا الوطن العربي وهذه الصادرات النفطية العربية. اقرأ المستند ثم أجب عن الأسئلة التالية. سم الدول العالمية التي تستورد النفط من الدول العربية. لاحظ اتجاهات النفط. اذكر أسماء الدول التي تستورد النفط من الدول العربية. ما هي نسبة استيراد الدول الصناعية التالية؟ كم نسبة استيراد أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ومجموعتها؟ من خلال المستند اذكر أسماء الدول التي تستورد واذكر نسبة كل منها. سنبدأ بالدول الصناعية التي تستورد النفط من الولايات المتحدة الدول العربية. اولا اوروبا الغربية، ثانيا اليابان، ثالثا الولايات المتحدة الأمريكية، ورابعا كوريا الجنوبية ومجموعتها تايوان وسنغافورة. وبالعودة إلى المستند لاحظ معي، أوروبا الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كوريا الجنوبية ومجموعتها تايوان وسنغافورة.
أما بالنسبة لنسبة كل الدول الصناعية التي تستورد النفط من الدول العربية، تستورد أوروبا نسبة 31.86%، وتستورد اليابان 19.70%، وتستورد الولايات المتحدة الأمريكية 13.54%، بينما كوريا الجنوبية ومجموعتها تستورد 27.54%. نأتي إلى دور السوق النفطية. دور السوق النفطية نتحدث عن تطورات السوق النفطية، نتحدث عن التصدير وعن الاستهلاك. بالنسبة للاستهلاك، تؤمن الدول العربية الطاقة من النفط بنسبة 55.8، ومن الغاز بنسبة 40.4، ومن القوى الكهربائية بنسبة 3.8. فإذا الدول العربية تؤمن النفط والغاز والطاقة الكهربائية. كما تبلغ كمية استهلاك الوطن العربي من النفط 18 فقط من الإنتاج، والباقي يصدر للخارج، لأن أغلب النفط العربي يصدر للخارج. بالنسبة للتصدير، تشكل الصادرات النفطية العربية 38.3% من إجمالي الصادرات النفطية في العالم. أكثر الدول التي تستورد نفط من الدول العربية الاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي القسم الأكبر من النفط العربي، ثم اليابان، ثم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالنسبة للنفط. أما بالنسبة للغاز، فتشكل صادرات الغاز الطبيعي حوالي 12.2%. أما بالنسبة للتطورات الحاصلة في السوق النفطية، ما هي التطورات التي حصلت في السوق النفطية؟ أولاً، السوق بيد الكارتل الدولي، وسنتعرف ما المقصود بالكارتل الدولي. ثانياً، ظهور منظمة البلدان المصدرة للنفط. ثالثاً، الصدمة البترولية الأولى، الصدمة البترولية الثانية، والصدمة البترولية الثالثة. سنتعرف الآن على كل تطور من هذه التطورات الحاصلة في السوق النفطية في الوطن العربي. سنبدأ بالسوق بيد الكارتل الدولي. ماذا نقصد بالكارتل الدولي؟ الكارتل الدولي هي مجموعة شركات كبرى، مجموعة شركات متعددة الجنسيات، ظلت السيطرة على النفط في أيدي هذه الشركات الكبيرة، والتي تسمى بالكارتل الدولي للنفط. ولأن صناعة النفط تتطلب استثمار مبالغ طائلة، فقد عمدت هذه الشركات إلى امتلاك كامل ما يسمى بالسلسلة النفطية، أي أنها تقوم من بداية التنقيب والبحث إلى نهاية التوزيع، تقوم بكامل السلسلة النفطية. مما يتألف، كم عدد الدول المؤلفة للكارتل الدولي؟ يتألف الكارتل الدولي من 7 شركات كبرى من جنسيات متعددة، كانت تسيطر على إنتاج النفط وتكريره وتسويقه، وكما ذكرنا هي تمتلك كل ما يسمى بالسلسلة النفطية. ما هي خطوات السلسلة النفطية؟ تتمثل خطوات السلسلة النفطية بأولاً المسح والتنقيب، ثانياً الإنتاج والنقل، ثالثاً التكرير، رابعاً التوزيع للمنتجات النهائية. فيتقوم وتمتلك كامل السلسلة النفطية من بداية المسح والتنقيب وانتهاء بتوزيع المنتجات النهائية. هذه هي الكارتل الدولي. ثم ظهرت منظمة البلدان المصدرة للنفط. متى تأسست هذه المنظمة؟ وما أهم الدول التي تضم هذه المنظمة؟ تأسست هذه المنظمة عام 1960. في البداية تأسست طبعا من مجموعة دول، منها 3 دول عربية مثل السعودية والكويت والعراق، وانضمت
أيضا دول أخرى، فنزويلا وإيران، ثم انضمت أيضا دول أخرى مثل قطر وليبيا والجزائر والإمارات ونيجيريا وأندونيسيا والغابون والإكوادور. ما هي أهداف هذه المنظمة؟ ما هي أهداف منظمة البلدان المصدرة للنفط؟ أهداف منظمة البلدان المصدرة للنفط وتسمى بالأوبك. أهداف منظمة أوبك هي أولاً وقف تخفيض الأسعار الذي كانت الشركات تطبقه على حساب طبعاً أرباح الدول النفطية، الشركات السابقة اللي ذكرناها. فأولاً أهدافها هي وقف تخفيض أسعار النفط. ثانياً حصول الدول المنتجة على ملكية الشركات العاملة على أراضيها، أي أن بإمكان الدول المنتجة للنفط أن تمتلك أو أن تحصل على ملكية الشركات العاملة على أراضيها. الآن التغيرات التي حدثت لصالح منظمة أوبك، ما هي التغيرات التي حدثت لصالح منظمة الأوبك وهي منظمة البلدان المصدرة للنفط؟ أولاً تزايد الطلب على النفط، وقد عمدت الشركات المستقلة المنافسة للكارتل إلى تقديم عروض تعطي الدول المنتجة نسبة أكبر من الأرباح، وبالتالي طبعاً تزايد الطلب على النفط. ثانياً تأسست منظمة أخرى هي منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط وتسمى بأوابك. لاحظ أوبك هي منظمة البلدان المصدرة للنفط وهي منظمة عالمية، بينما أوابك هي منظمة البلدان العربية فقط المصدرة للنفط. تأسست منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط أوابك التي كانت أكثر حزماً وإصراراً في مطالبتها بحقوق الدول المنتجة. ثم اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية، فاستعمل العرب النفط كسلاح ضد الدول المؤيدة إلى إسرائيل. الآن سنتحدث عن الصدمات البترولية الثلاث: الصدمة البترولية الأولى، والصدمة البترولية الثانية، والصدمة البترولية الثالثة. سنتعرف على كل صدمة متى حدثت، سنة حدوثها، وسبب حدوثها، وأهم التطورات التي حدثت في كل صدمة بترولية. سنبدأ بالصدمة البترولية الأولى. متى حدثت الصدمة البترولية الأولى؟ حدثت عام 1973. ما سبب حدوث هذه الصدمة؟ هي حرب أكتوبر. فعرفت الفترة التي ترت حرب أكتوبر بالصدمة البترولية الأولى. ماذا حدث خلال هذه الفترة؟ أولاً اهتزت السوق النفطية وارتفعت أسعار النفط، وبالتالي ماذا تستفيد الدول من ارتفاع أسعار النفط؟ أخذت منظمة البلدان المصدرة للنفط تتحكم بالأسعار، واستثمرت البلدان العربية هذه العائدات المالية الكبيرة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط. في ماذا استثمرت هذه العائدات؟ استثمرتها في إنشاء البنى التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية. أما بالنسبة للصدمة البترولية الثانية، متى حدثت الصدمة البترولية الثانية؟ حدثت الصدمة البترولية الثانية في عام 1979. ما سبب حدوث هذه الصدمة؟ توافقت هذه الصدمة مع تغير نظام الحكم في إيران. ما الذي حدث وما هي التطورات التي حدثت في هذه الفترة؟ اهتزت السوق النفطية، وأدركت البلدان الصناعية أهمية النفط وتقلبات أسواقه، وبالتالي جعلها تتبع سياسة نفطية جديدة. ما هي السياسة التي اتبعتها الدول الصناعية من أجل أن تتجاوز ما حدث في الصدمة البترولية الأولى؟ جعلها تتبع سياسة نفطية جديدة تتلخص فيما يلي: أولاً ترشيد استهلاك النفط وإيجاد مصادر بديلة له مثل الفحم الحجري أو استخدام مثلاً الطاقة النووية. ثانياً تخزين كميات كبيرة من النفط وذلك للجوء إليها وقت اضطراب الأسواق. ثالثاً تعزيز سوق النفط الحرة
الموجودة في روتردام في هولندا. لأن ما هي نتائج هذه السياسة؟ هذه السياسة التي اتبعتها الدول الصناعية، ما هي نتائج هذه السياسة؟ نتائج السياسة التي اتبعتها البلدان الصناعية، أولاً تدنت أسعار النفط بقوة بين عامي 82 و 85 وخضعت السوق النفطية لمبدأ العرض والطلب. ثانياً حافظت الدول المنتجة للنفط على الإنتاج المرتفع وذلك بسبب حاجتها إلى العوائد المالية المرتفعة لاستكمال مشاريعها الإنمائية. ثالثاً انحسار نفوذ منظمة الأوبك بسبب التنافس فيما بينها. وأخيراً فقد ساعدت الحرب العراقية الإيرانية في ترسيخ النتائج السلبية المعروفة بالصدمة النفطية المضادة. أخيراً هنا الصدمة البترولية الثالثة. متى حدثت الصدمة البترولية الثالثة؟ حدثت عام 1990. ما سبب حدوث الصدمة البترولية الثالثة؟ توافقت هذه الصدمة مع احتلال العراق للكويت والحرب التي عقبتها. ما الذي حدث؟ ما هي التطورات والأحداث في الصدمة البترولية الثالثة؟ أولاً اهتزت السوق النفطية وارتفعت الأسعار إلى معدلات كبيرة، ولكن الدول المنتجة والمستهلكة تعاونت مع بعضها للحد من التطورات السلبية، كما شهد العالم انتعاشة اقتصادية مما أدى إلى ارتفاع النفط عام 1998، وتراجعت أسعار النفط في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008. إلى هنا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية درس اليوم. شكرا لحسن استماعكم ونلتقي معكم في دروس أخرى قادمة.